تقول الأخت السائلة: هل مسح الرأس للمرأة مثل الرجل؟ وماذا تفعل المرأة إذا كان الشعر طويل؟ هل تمسحه إلى نهايته وترجع، أم يكفي المسح إلى حد رأس الرجل؟ نعم، إلى حد الرأس من الرجل والمرأة، حد الرأس، ولا ينزل إلى الكتفين وإلى الظهر، لا، يمسح ما على الرأس. ومسح المرأة مثل مسح الرجل، لأن تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدم رأسها، ثم تمرهما إلى قفاها، ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.